يعني انا حاجه على موضوع المخلفات، ده موضوع مهم طبعا، واخد من الحكومه واخد مننا، وانا مش بقوله يعني ده حقيقي، ده موضوع واخد مننا جهد كبير جدا جدا. والدكتور مصطفى يصلح لي، احنا حجم اللي، وما اقصدش ان انا ببدا بيها اقصد اي حاجه ابدا، حجم اللي احنا الموارد بتاعتنا اللي بناخدها في جمع المخلفات حوالي 800 مليون، مش كده يا فندم؟ طب اتفضل استريح. كم؟ 800 مليون اللي هو بنجمعه من الناس. طيب لما جينا وزيره البيئه موجوده؟ طيب لما جينا نتكلم في الموضوع دوت ونشتغل عليه، بقى لنا دلوقتي فتره طويله جدا جدا، لان يعني اذا كنت بتكلم على القبح، فلو ورقه مرميه في الارض ده قبح. ف تخيلوا حي واحد، حي واحد غرب القاهرة، غرب القاهرة الرقم المطلوب ليه حوالي 380، مش كده يا فندم؟ 380 مليون جنيه حي واحد في غرب القاهرة يعني. وبعدين في أحياء تانية الرقم ده أكتر من كده، يعني لو أنت كلمت عن القاهرة لوحدها أنتوا داخل في أكتر من 2.5 مليار، مش كده يا دكتور؟ طيب لا، وانا قلت للدكتور مصطفى احنا ما نقدرش ما نقدرش نطالب الناس دلوقتي في ظل الواقع اللي احنا موجودين فيه ان احنا نطلب منهم حاجه، مش كده؟ لكن على الاقل نوري الجهد اللي موجود اتعمل وبقت في نتيجه نقدر نقول من خلالها طب احنا محتاجين يعني يبقى في موارد اكتر. أنا قلت على القاهرة بس، إذا كانت الدولة المصرية كلها بتجمع 800 مليون جنيه، والدكتور شاكر لما جه نقول له نحط على الفاتورة بتاعتك حاجة للمخلفات يقول لك لو سمحت ما تحطش كفاية الفاتورة كبيرة، ولو سمحت ما تقربوش مني بقى. يا دكتور شاكر طب ما احنا ما فيش آلية عندنا نجمع بيها فلوس غير من عن طريقك يعني، يعني هو الآلية أقصد بيها وسائل نجيب بيها، نخلي أقول لفلان يدفع، فبقول له ادفع عن طريق الفاتورة الكهرباء نزود يعني. الدكتور شاكر رافض، واحنا ديمقراطيين بنسمع الكلام. وهو الدكتور شاكر مش عايز ان هو، اتفضل دكتور شاكر، مش عايز يتحمل بانطباع هو مالوش ذنب فيه. انا مواطن بدفع 20 جنيه كهرباء الاقي بقى 30 عشان في 10 جنيه للمخلفات، فبقى الانطباع ان فاتوره الكهرباء ب 30، لكن هي مش كده. ارجع تاني للموضوع ده عشان يعني هو مش يمكن انت ما كلمتوش عليه، لكن انا هاخد كل اللي قالوه الزملاء كنقاط واقول باختصار يعني على موضوع زي ده. اجمالي الدوله المصريه عشان تعمل ده، طب سؤال اللي بيتكلم على المخلفات، تفتكروا حجم مخلفات الدوله المصريه لل 100 مليون والمصانع والكلام ده الرقم كام؟ كام؟ اكتير ما هو رقم بس كام؟ طيب انا هقول الرقم 26 مليون يا دكتور، مش كده؟ 26 مليون طن في السنه المفروض ان احنا عايزين نتخلص منهم بشكل امن ونستفيد لو امكن. لكن خلي بالك زي ما قلت كده ان كل قطاعات الدوله تعرضت للجمود لسنين طويله وللتراجع وما اتطورتش مع تطور الحياه، ثم تاثر هذه الصناعه أو هذه الخدمة بالحالة بتاعت الدولة. يطرحنا شوارعنا، يطرحنا مبانينا، يطرحنا نقدر نعمل منظومة متطورة للموضوع ده؟ أنا بقول لكم نقدر فقط في المدن الجديدة. طب القديمة لازم نفكر، لازم إيه؟ نفكر عشان نحلها، لأنها موضوع متداخل مع بعض. خلاص الكلام، للقاهرة لوحدها أكتر من 2 مليار جنيه لو انا فاكر الرقم، والدكتور مصطفى يفكرني برضو. للدوله المصريه انت بتتكلم في اكتر من 10 مليار، مش كده يا فندم؟ ها؟ يعني 10 يا دكتور، خلينا نحفظ 10 مليار، 10 مليار جنيه انت بتجيب قشرهم، بتجيب ايه؟ ده بايه؟ بفرضيه ان احنا نجحنا ان احنا نعمل منظومه تحس يعني تشعر الناس ان فعلا احنا حلينا المساله. وقلنا ندي لنفسينا فترة سنتين، مش كده يا دكتور؟ سنتين للقاهرة عشان نشوف النتائج، سنتين
فاللي بيقول مثلا مخلفات هو مهم قوي يعرف ان احنا عشان نحل المساله، وده دور الاعلام ان هو المتخصصين اللي بيتكلموا في الموضوع يكون عندهم معرفه وعندهم بيانات، يعرف حجم المشكله والتعقيدات اللي موجوده فيها وطرق الحل المتاحه، وبعدين في الاخر هي قدرات موارد. وبعدين المخلفات صناعه موجوده في مصر، في ناس كتير شغاله في المرفق ده مئات الالوف، فانت عايز وانت بتعمل ده لا تتجاوزهم، تبقوا جزء من الايه؟ من المنظومه. ده موضوع زي المخلفات.